صباح الخير للجميع، واليوم طبعا افتتاح معرض كوميكس، وهذا راح يكون مثلا رؤية 2040 ان شاء الله، وراح يفتتحه صاحب السمو السيد يزن باذن الله تعالى، ونتمنى من الجميع ايضا الاستفادة من هذا المعرض. ايضا موضوعنا اليوم عن مزدوجي الإعاقة، كيفية تدريبهم وتأهيلهم. ايضا معنا الاستاذ ويس أحمدي، طبعا ما شاء الله عليه أستاذ أويس يعمل من عدة سنوات وهو لديه خبرة طويلة في مجال التدريب والتأهيل في استاد عمان وخارج عمان، وأيضا تطبيقات وبرامج، وأيضا مختلف البرامج والتأهيلية ما شاء الله عليه، ولديه أيضا ماجستير في مجال المناهج الخاصة بذوي الإعاقة، والله يوفقه وأجره على هذا العمل لدينا في استاد عمان هنا من عدة سنوات. راح نتحدث عنه عن كل هذه التفاصيل. نسلم عليك أستاذ أويس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا هذه إشارتي، وأنا طبعا سعيد بوجودي في قهوة الصباح، وأهلا وسهلا بك. أنا طبعا من عدة سنوات هنا في عمان، ولله الحمد أعمل الأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا مزدوجي الإعاقة، بحيث أن الجميع يعي ويهتم أيضا بمزدوجي الإعاقة، بحيث أن احنا أيضا راح نعطي تفاصيل أكثر من خلال حديثنا اليوم. أستاذ أويس أهلا بك، نحن أخوة طبعا كأسرة واحدة هنا في سلطنة عمان ولله الحمد، وتعمل الآن من عدة سنوات ولله الحمد، والله يوفقك أيضا في عملك. نريد أيضا أن تحدثنا عن تواجدك أيضا في سلطنة عمان مزدوجي الإعاقة، كيف سابقا وجودك في عمان أولا تحدثنا، وأيضا وجودك الآن في عمان، عن هذه التفاصيل لتواجدك في سلطنة عمان. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا متواجد في سلطنة عمان كموظف ومدرب في معهد التواصل للتدريب ولغة الإشارة وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة السمعية منهم. وطبعا أنا طبعا درست وتعلمت طبعا كأصم وخلصت الثانوية، بعد ذلك ذهبت إلى التخصص آخر وبقيت أنت خلصت من الثانوية، كانت نسبتي مناسبة، نسبتي أقل، أني كثير من الجامعات كانوا يعني ما يقبلوني للدخول للجامعة لأنه أنا صم، ولذلك دخلت طبعا للجامعة، وكان دخلت في الجامعة للدراسة واستمريت في الدراسة. في الاختبار طبعا كان مع الأشخاص الآخرين وأنا نجحت وكنت أعتمد على نفسي والحمد لله. نعم، ودخلت في كتخصص كمعلم لمدة 4 سنوات تربية خاصة، وكنت طبعا أدرب الأطفال، وكنت شعوري كان جيد، أنه وجدت أنه الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من الأطفال كان عندهم مشاكل، وخاصة الأشخاص من مزدوجي الإعاقة مثلا عندهم مثلا إعاقة بصرية مع إعاقة سمعية. نعم، كان أصم مع كفيف، يعني كيف يتواصل إشاريا ولابد من خلال اللمس نتعامل معاه، وهذا طبعا شكل لي وعي وأهمية بالاهتمام بهذا الجانب. فلذلك بعد ذلك أنا لابد أني أدرس إضافة إلى دراستي السابقة، أدرس في الجامعة لهذا التخصص، بسبب أني أعرف أن هذا التعليم مهم جدا والاستمرار في التعليم. بعد انتهائي من الدراسة حصلت على الماجستير في إعداد المناهج الخاصة بذوي الإعاقة السمعية والمعاقين بشكل عام، وأنا تحمست طبعا في هذا المجال وأنهيت دراستي. بعد ذلك فكرت أني أشتغل وين، وأتيت إلى سلطنة عمان ولله الحمد، وكان كل الأمور طيبة وكل الأمور رائعة جدا من الأشخاص اللي تعاملت معهم. الآن صار لي 9 سنوات الحمد لله هنا في سلطنة عمان، رائع جدا. السلطان طبعا هو ويس أتى إلى سلطنة عمان، الكل يعرفهم من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وطبعا من 2017 إلى الآن والأستاذ ويس هو مدرب سواء للسامعين أو لذوي الإعاقة السمعية وغيرهم، ما شاء الله يعمل على تطوير هؤلاء الأشخاص في سلطنة عمان، والله يوفقك يا أستاذ ويس. سؤالي التالي، بالنسبة لتجربتك
الخاصة بالأشخاص مزدوجي الإعاقة السمعية والبصرية. التجربة كيف وجدت الإقبال من الأشخاص؟ هل هناك إقبال من الأشخاص للدراسة أو التعلم في هذا الجانب؟ نعم نعم كثير. طبعا أنا كان تواصلي ضعيف، فكان كنت أدرب فقط لغة الإشارة المستويات الخمسة، فبعد ذلك يأتوني طبعا، وأيضا أدرس اللغة العربية واللغة الإنجليزية من أشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ولكن أنا أدرب أيضا اللغة العربية الخاصة ب، فوجدت واحدة من البنات لديها يعني إعاقة سمعية وإعاقة بصرية، فالتعليم يعني كان صعب بالنسبة لها، فاستذكرت أني أنا أيضا عندي هذا التخصص وأيضا، فالتواصل معها صعب، ولذلك كان أحد الأشخاص كان معها من البنات كان يتواصل معها بالحركات اللمس من خلال التواصل، فأنا كنت أعلم زميلتها، ولذلك كانت توصل لها المعلومة، وأيضا كانت لديها إعاقة مزدوجة، ولله الحمد الآن هي يعني رائعة جدا في الدراسة. يعتقد البعض أنه الإعاقة المزدوجة لا يمكن أن استفادة منه أو التعليم، ولكن الآن من خلال هذه التجربة الحمد لله الآن لدينا عدد من الأشخاص يأتون من ذوي الإعاقة، عندهم مثلا إعاقة سمعية مع إعاقة عقلية خفيفة مع إعاقة حركية، والحمد لله يأتون للدراسة في المعهد. ما شاء الله أنت تكون مجموعات رائعة، وأستاذ ويس تخصصه في أيضا تخصصات كثيرة، اللغة العربية اللغة الإنجليزية، وأيضا مزدوجي الإعاقة لابد الاهتمام بهم وأيضا تطويرهم وتدريبهم للخروج بنتيجة رائعة. وشكرا أستاذ ويس على خدماتك ومهاراتك الرائعة، والله يوفقك كذلك فيها، وهذه التجربة الرائعة إن شاء الله تعم على مختلف السلطنة. ما هو الهدف من خلال تدريبك لهذه الفئة تحديدا؟ الأشخاص من مزدوجي الإعاقة عندما يأتون للدراسة كانوا يتخوفوا وكانوا يترددوا وكان يعني قد يعني يفشلوا في الدراسة، ولذلك فكان يعني هم يخرجوا من الدائرة الضيقة اللي كانوا فيها، ولكن نحن نتعامل معهم بأريحية بحيث أنهم يتعلموا ويعني يتثقفوا في هذا المجال، في مجال الدراسة، ونشكل لهم أريحية ونبدأ نعلمهم، وأيضا بعد ذلك نشوفهم استقروا نفسيا ثم يعني يقبلوا أكثر على الدراسة، ونجد الشخص المناسب لتدريسهم بشكل جيد والتدريس الملائم لإعاقتهم، بعد ذلك هم يتحمسوا أكثر للمجيء للتعليم، يعني يصحوا باكرا ويخبروا أهلهم بالذهاب إلى المعهد للتعليم، وشكل لديهم حماس ولله الحمد. والآن في نتيجة في أشخاص من ذوي الإعاقة المزدوجة يتواصل مع عائلته من خلال الإشارة، كان سابقا ما كان في تواصل بينه وبين أسرته، أيضا كذلك أيضا نحن نقوم بتدريب الأسرة على التواصل مع أبنائهم من مزدوجي الإعاقة ولله الحمد. ممتاز، هذه نتيجة رائعة وهدف رائع وواضح جدا، والتغيير النفسي والتواصل العائلي هذا يعني شكل أريحية وإدماج. في الأخير ما هل هناك دعم؟ هل هناك رعاية؟ هل هناك أيضا مثلا دعم أو اهتمام من جهات معينة؟ نعم، في بعض المفترض أنه يكون تدريب هؤلاء الأشخاص يكون برعاية واهتمام. نحن الآن طبعا نعمل على هذا الجانب، وأن يكون هناك يعني استراتيجية معينة لتأهيل هؤلاء الأشخاص بإذن الله تعالى، وهذا مهم جدا بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة المزدوجة أن يعني يستفيدوا من هذه البرامج بإذن الله تعالى، بحيث أنهم أيضا يكونوا مندمجين في المجتمع، بحيث أن يكون أيضا هذا بالنسبة لهم شيء رائع. الله طبعا هذه مسؤولية الجميع، سواء الجهات القطاع العام والخاص، ودعم هذه الجهة يعني بشكل مهم جدا. مهم جدا طبعا الجميع، النصيحة أن الجميع أنهم الأب والأم أنهم يساعدوا أبنائهم في التعليم، والجميع أنهم أيضا
يتعلموا ويكون لديهم ثقافة ويدعموهم كذلك للتعلم بإذن الله تعالى. شكرا لك أستاذ أويس على هذا الحوار الرائع والجميل. وفي الختام مشاهدينا تعرفنا على أهمية أنه نستوعب أبنائنا مزوجي الإعاقة ونأهلهم ونعلمهم بذلك. طبعا لقائنا القادم يوم الاثنين بإذن الله تعالى، وإلى اللقاء.